السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم جوج حشوات، وحده ديال البيتزا وحده ديال البطبوط الصغير. اما بالنسبه للعجينه اللي درت ليهم، درتهم بنفس العجينه، واحد العجينه اللي كتجي رطبه وكنستعملوها في بزاف المعجنات. غادي نخلي لكم الوصفه ديالها لتحت في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحشوه ديال البيتزا، واحد الحشوه اللي كتجي سهله. كناخذ واحد البصله كبيره وكنشحرها في شويه الزيت وواحد شويه ديال الملح والبزار، وفي نفس المقله ملي كنحيدوا البصله من بعد ما تشحرت كنديروا واحد الفلفله كبيره حتى هي كذلك، كنقطعوها، ممكن تقطعوها صغر من هكا. كنديروا لها حتى شويه الزيت وشويه الملح وشويه البزار وكنشحروها. اول حاجه كندهنوا الباط ديال البيتزا بالمطيشه. بالنسبه للباط ديال البيتزا كنكونوا درنا ليها نص طيبه قبل، كندهنوه بالمطيشه. وبالنسبه للمطيشه تقدروا ديروا المطيشه اللي كتكون جاهزه، اللي كنشريوها جاهزه، في اللي كتكون في القرايه، ديك زوينه حتى هي، كتكون خاصه بالبيتزا. الا ما كانتش متواجده هذيك تقدروا تصوبوها في الدار. بغيت نخلي لكم فيديو كيفاش تصوبوها في الدار. من بعد ملي كندهنوا المطيشه كنديروا فوق منها واحد شويه ديال الفرماج الاحمر محكوك، صافي. من بعد ملي كنديروا الفرماج كنديروا فوق منه البصله اللي شحرنا، وكنديروا عليهم الفلفله اللي شحرناها حتى هي بشويه الزيت والملح والبزار. غنزيدوا دابا واحد الحك ديال الطون ديال الزيت اللي كنكونوا صفيناه من الزيت ديالو، كنديروه فوق من الفلفله. غنزيدو الزيتون الخضر مقطع، كيبقى اختياري ولكن كيجي زوين في البيتزا. وغادي نديرو الزيتون الكحل، كل وحده غنديرو فيها وحده. غنديرو عليهم الفرماج الاحمر محكوك، وقبل ما ندخلهم الفران حاولوا ترشوا عليهم واحد شويه ديال الزعتر. هذه هي البيتزا بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل. غير صدقوني كتجي بنينه بزاف، غير جربوا هذه الحشوه، وحتى العجينه هي كتجي رطبه وزوينه. بالنسبه للحشوه ديال البطبوط كنشحروا واحد البصله كبيره او جوج بصلات صغار مع شويه ديال الملح والبزار، بطبيعه الحال واحد شويه ديال الزيت. ومن بعد ما كيتشحروا كنزيدوا عليهم صدر ديال الدجاج. انا تقريبا درت هنا رابعه ديال الدجاج، درت صدر ديال الدجاج مقطع. ممكن ديروه في بلاصتو الكفته، او ممكن ديروه في بلاصتو حتى الطون، او تقدروا تكتفيوا بالخضره. من بعد ما كنشحروا الدجاج واحد شويه كنزيدوا عليه الخضره. بالنسبه لي انا درت الخضره اللي متواجده عندي، درت واحد الحبه ديال الكورجيت او القرعه الخضراء، وحبه ديال الجزر الخيزو، ممكن تزيدوا حتى الفلفله كانت متواجده عندكم حتى هي كتجي زوينه. غنزيد عليهم واحد شويه ديال الثوم المجفف او الثوم محبوب. الا عندكم الثومه الاخرى تقدروا تحكوا واحد الضرس ديال الثومه. غنزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وواحد شويه ديال الربيع، تقريبا معلقه كبيره ديال الربيع.
كنحركهم واحد شويه باش يتخلطوا العناصر كامله. صافي من بعد غنزيد لهم واحد شويه ديال الماء، غنكبوه من الجنب وغادي نغطيو عليهم ونخليهم يطيبوا واحد شويه. من بعد ما كيطيبوا كنزيدوا عليهم واحد شويه ديال الزيت الاخضر مقطع. صافي وكنطفيو عليهم البوطه. وهما سخونين كنضيفوا ليهم الفرماج الحمر محكوك، كيبقى اختياري ولكن كيجي زوين مع الحشوه. صافي وتنخلطوها. صافي الحشوه ديالنا واجده والبطبط كذلك سخنت واحد شويه حتى هو واجد. دابا غنبداو نعمروا فيهم. كيف كتشوفوا كيبان لكم البطبوط منفوخ ومفشفش كيجي رطب، غير جربوا هاد العجينه كتجي جربوا هاد العجينه كتجي زوينه. غادي تلقاو الوصفه ديالها في صندوق الوصف. صافي تناخذوا البطبوط ديالنا وكنقطعوه، كنقطعو غير واحد شويه باش نعمروا بالحشوه، قطعوه بالموس ولا بالمقص. صافي وكنديروا ليه الحشوه الوسط، كيجي زوين صدقوني والله الا كيجي بنين، غير جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. وبالصحه والراحه. صافي هنايا بعد ما كملت البطبوط كيجي على هذا الشكل، غير جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. هذا هو البطبوط والبيتزا اللي شاركت معكم اليوم، الحشوات ديالهم ساهلين واللي في متناول الجميع. بحال ديما كنحاول نعطي وصفات اللي سهله بمقادير بسيطه. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وبحال ديما الا عجبكم خليوا ليا جيم وكومونتير زوين اللي يخليني ان شاء الله نزيد القدام ونعطيكم اكثر. ما نطولش عليكم ونخليكم دابا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.